السلام عليكم دراري ودريات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، معكم البارونتي اكس اجان في نيو فيديو. اليوم معنا واحد سبيشال بيرسون، غادي نديرو واحد الكونسيبت ديال المهم هي بحال اكسيون فيريتي مي واحد النكهه مغربيه، فهمتوا؟ غنقول لكم ويلكم ذا ريد لاين. سلام. السلام عليكم دراري، كنتمنى كلشي يكون مزيان. تي وداد صافا، انت كلشي وداك؟ شكرا بزاف الترحيب ديالك. ولكن علاش اختاريتي هذا الفيديو بالضبط؟ علاش ما لعبناش فالو؟ علاش ما درنا شي رياكشن ولا شي لعيبه حالفه عليا؟ شنو باغا فيا الخدمه؟ انا باغا ننتقم منك. قلت لها كيبدا يسولوني وانا كان خاصني نجاوب، وإلا ما جاوبتش غتحكم عليا. علاش؟ شنو درت؟ راه شوف قلت لكم انا مسكين جاي على كاف حالفه. وانا سمع قلت لكم الكونسيبت هي اكسيون فيغيتي ولكن بنكهه مغربيه، الوغ كي راكم عارفيني، فهمتوا؟ سو غادي السميه ديال العنوان بالمغربيه الدراري، غتجاوب ولا غنحكم عليك؟ ريد لاين جات فيك، اش غندير ليك؟ ناري كيبان صعيب بحال هكا فين كتقولها بالعربيه، فاش ولا نحكم عليك؟ كتبان صعيبه. المهم اكسيون فيغيتي زوينه. ايه لعبنا اكسون فيكيتي. نو غنلعبو، غتجاوب ولا غنحكم عليك؟ صافي ليتس جو. anyway guys، ما بلا ما نوصيكم غنخلي لكم لاشين ديال الريد لاين في الديسكريبشن، لايك الفيديو، سبسكرايب، اند كتبوا بزاف ديال الكومونتير. فهمتوا كيفاش؟ فهمتوا؟ ليتس جو، ار يو ريدي؟ ليتس جو. انا موجود، انا عندي كثر دي كيستيون اللي فهمتي منين باقي كاع ما كنتعرفو مزيان. يلا هذا اللعيبات تنوصل تنجيو لواحد السؤال اللي باف ما تجاوبيش عليه، فهمتي؟ غنكف لك. سوق لي انا واش نعبر باش نعبر الطونسيون في الاول، نعرفك شكون انت كذا. مازال ما كنت فهمتي، دابا كنتعارفوا ولكن ماشي مزيان. انا ممكن نتعارف مزيان. اوكي سي ريد لاين، اوكي عرفتي، بما انك ضيف الشرف اليوم خليك تبدا انت الاول. يلا جو اهيد. جيف مي. يلا ليتس جو. هذا واحد السؤال اللي نورمالمون خاصك تكوني عارفه، ولكن الاغلبيه ما كيعرفش الجواب ديال هذا السؤال. بغيت نعرفك انتيا، فين كتشوفي راسك من هنا 5 سنين؟ اي بدينا من دابا بهاد الاسئله سبايسي. فهمتي هذه عشويه، نعرفك شنو فاش كتفكري بروجيات، شنو عندك ما تقول؟ قولي لينا كل شيء، قولي لينا. وراه غنصدمكم الصراحه، حيت لسن المهم يقدر شوف بحال كتبتي شويه، قولي لنا ونحكم عليك وصافي. نو ويت، صراحة ما نكذبش عليك، كنأمن بواحد القضية ديال أنه كنعيش نهار بنهارو، فهمتي؟ أوكي عندي 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 مثلا ديبيوت اللي في بالي، ولكن زعما ماشي من داك النوع اللي كيرسم الخطط. خصني مثلا العام الجاي نكون وصلت هادي، وصلت هادي. I don't know but I feel like I just wanna live like the day by day، فهمتي؟ So ما عنديش ما عنديش بلانز. هاد القضية هادي جاتني صراحة من a lot of experiences. So لا هذا هو البلان، خاصهم ستوري تايم من بعد. هذا هو البلان. يلا كنت كنقولها باش نعاودو هاد الفيديو حتى الناس اللي كيتفرجوا كيعرفوا علينا شي لعيبات اللي ما بغيناش نقولوا وكذا. هذا اوكي ليتس جو. المهم ما جاوبتيش 100% على السؤال، ما كنتش شوف جاوبتهم. درتي لي نسليته. هما يحكموا في لي كومونتير واش جاوبتهم ولا لا. راك يحكموا، راهم متفقين معايا، ما تخافيش. اوكي ماي تورن ياك، بما انه بديتي بحال هاد الاسئله هذه انا غادي نسالك. لا سولي هذيك اللي كنتي كتسولي من الاول. نو غنسولك واحد السؤال اللي بيرسونال واحد شويه. اوكي الا كان بامكانك تخدم بثلاثه ديال الكلمات حياتك كامله باش تعبر فيها على شكون هو الريد لاين، شنو غيكونوا هاد ثلاثه ديال الكلمات؟ الريد لاين. كتلعبي هاد اللعبه؟ يور ديد. انت اللي بديتي هاد لي كيسيون ماشي انا. مشكلة انت قلت شي لعيبات. المهم شوف، ما كنبغيش هادشي يبان فيا. نو ولكن عندك ثلاثة ديال الكلمات تستعملهم حياتك كاملة باش تعبر لنا على شكون هو الريد لاين، شنو هما ثلاثة ديال الكلمات؟ إلا ما بغيتيش تجاوب. ديما شي واحد كيسولني على أنا كيفاش داير، خاصني نجاوبو بدوك ثلاثة الكلمات. باش تعبر على شكون هو الريد لاين، تعريف ديال الريد لاين. كاملة تقدر تبدل من هنا. نو لا كيسيون هادي ثلاثة ديال الكلمات حياتك كاملة. هذا هو المشكل. اوكي صافي كنجاوب. واش شوف واش تحكم عليا على السؤال الأول؟ استسلم. لا جيف أب. لا سكتي خليني نفكر، دابا أنتي كتوشوشي عليا باش صافي يطلع لي هادشي في راسي ونقول لك بلاش. أول حاجة نية. نية بزاف صراحة، ظريف مع كلشي كيعجبني، كلشي زوين كدا هذا. ثاني حاجة بيرفكسيونيست بزاف، كنبغي كلشي يكون مقاد، كلشي يكون هذا، كلشي يكون هذا. لما كانش كنوصلوا للحاجة الثالثة اللي هي عصبي بزاف.
كنتعصب دغيا، كنتعصب زعما مع راسي انا، وكنتعصب على اللي كيكونوا قراب ليا وكذا. اوكي اي جات يو. سو عندنا نيا عندنا نيا عندنا نيا عندنا مثالي عندنا اعصابي. واه ديري بلان 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 الدراري بلان. شوف الا جيتوا تلاحظوا واحد القضيه، الا جمعنا المثاليه مع الـ مع الـ مع العصبيه، كتلقاو هذا الشخصون هذا كيكون لايك اونست، فهمتي؟ لايك جامي يكذب عليك. لايك مسي بغيتو شي حاجه سبايسي ياك. ويت 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 كتسولهم يا كتسولهم صحابي هما، فهمتوا الدراري؟ حتى الا كانوا عندكم دا كاستيون ولا شي حاجه كتبوا لينا في لي كومونتير، ما يبي عجبكم الكونسيبت نديرو لكم بارت 2 ريد لاين. اوكي ونعم. شنو هي اكبر كذبه كذبتيها في الطفوله ديالك؟ دابا كاين مشكل في هذه القضيه، انا ما متفقش، انا كلشي متفق معايا وغادي نكتبوا في لي كومونتات. فهمتي المشكل فين فين غيكون دابا؟ الا ديك الكذبه داك الشخص اللي كذبتي عليه يقدر حيت انا مازال كنعرفو كيعرف الكذبه ديالي. اتس فاين. شوف حنا كنهضروا على واحد السن اللي هو الطفوله. نونو الطفوله ما يمكن. انا دابا انا من داك النوع سو ما غاتجاوبش. اغلبيه صحابي لا ما غاتجاوبش. ما غاتجاوبش. لا 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 ما كنقولش انا من داك النوع اللي صحابي دهادي شحال مثلا اللي كانوا كيقراو معايا في صغري حد الان باقي صحابي دابا، ولا كيعرفوا شي هادوك الناس اللي كانوا في صغري دابا. وفين كنت دابا لينا بانه هاد الصحاب اللي باقي كتعرفو ممكن كذبتي عليهم؟ ممكن صراحه واش ممكن. والمشكله فين كاين؟ هي انه فين كنكذب على شي واحد ما كنمشيش نقول الاخرين بلي راني كذبت على هاد. حتى هادوك اللي صحابي واخا ما نكونش كذبت عليهم هما ما بغيتهمش يعرفوا انا كذبه كذبت على شي واحد اخر. سو ما غتجاوبش. سو ما غتجاوبش. ما كنجاوبش من بعد. غندوزو لاول حكمه معانا في الحلقه. اصلا ما تكونش دايره شي حكمه. يلا سير. شنو غيطا؟ اول حكمه. اوكي ريد لاين عندك الملحه؟ لا لا. كيفاش لا منو؟ وخيلا عندي في الحانوت كاين ريد لاين. غتجيب كاس ديال الماء، غدير فيه شويه ديال الماء وغتحط فيه الملحه وغتخلط داكشي مزيان وتشربه. جو هاد باش يخدم لك شويه الميموري ديالك. ولا تحت كوما. انا ما تخافش. ام ويذ يو. ام هير. ام ويذ يو. يلا نجيب كاس عامر بالماء والملح. نجيب يا ولكن هي شويه ديال الماء في كاس. في انتظار السير ريد لاين يجيب الملح والماء باش يشربهم. جايز شوف بغيتكم تبلبلوها في الفيديو، لايك سبسكرايب بارطاجيو مع صحابكم، طاقيو صحابكم في لي كومونتير، نزلوا لتحت لي كومونتير الا بغيتوني نلعب شي جيم، الا بغيتوني نجرب شي جيم، الا بغيتو شي كولابوراسيون ولا شي حاجه، ولا مثلا عندكم دي زيده ديال دي فيديو اللي بغيتوهم ما تبخلوش علينا في لي كومونتير. كتبوا كتبوا كلشي لتحت، كتبوا كلشي لتحت. اوكي 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 حتى واحد ما سمع. كتشوفي لا 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 معمر الماء بزاف، قلت لك غير شويه الماء صافي. ها باش داكشي ما يضركش. شرب الماء. شرب الماء علاش؟ ماشي بكثرت ما كاين الماء بكثرت ما داكشي ما يضرنيش. انت راه بغيتي تخرجي عليا. انه ما غاديش نخرج عليك الا درت إذا درت. وفين هي المعلقة باش تعبر بها الملحة؟ باغي تكب الملحة كاملة، داك الباكية كاملة كلوبو. عندي الباكيطة السوشي عبر بها الملحة. عز اليوم الملحة واش ما نقدرش نخويها من لهنا؟ ولا معلقة صغيرة عبر معلقة صغيرة. زيد 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 والله تطاحت واحد. وزيد زيد زيد. شوفي 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 شنو طاح شوفي شنو طاح. ما تطرداش انتيا ما تطرداش. شوفي لتحت شنو كاين. يلا سير ماشي مشكل. خلط داكشي بداك العود السوشي وشرب. يلا كاين حتى ريحة هادشي كيخلاني كون كان شي ريحة فيما كيكون حتى ريحة اللي داكشي كيكون. ما تخافش ما تخافش. اول جود اول جود جست جو جو اهيد. يا انا نوريك انتيا الدراري ليا بحال بحال كتشرب الضوء كيقول لك كيقول لك ديك اللعبة ديال داك الخل اللي كيبقى فيه كتشرب وكتسالي كيقول لك لا منفعة خاصك زعما داكشي اللي شربتي الاخر داكشي راه والو فهمتي بصح انت كتقصح وكتعوج ولا داكشي راه والو يا يا غتشربو كامل. شوف انا قلت لك عرفت خليني بعدا نقول لكم شنو طاري. خليني نستوعب شنو طاري بعدا. شنو طاري؟ بحال الماء د البحر والله. المشكلة الماء د البحر كتكون عارفو كتكون فهمتي مستوعب بلي البحر كدا هذا. دابا باش انك تقول لعقلك بلي راه كيكون مخلط بكاكا ديال الدراري صغار حتى هو وداك الشيء الماء د البحر. يقول لي هذا احسن من الماء د البحر. ياس مفيد صحي. صافا
سوبري سوبري اه هادشي راه ما كيضحكش والله راه دابا غنطيح نو بالعكس هادشي فاني فاني شي هاد العين راه ما كتكونش نفس ماشي هادشي ماشي فاني هادشي صبري صبري معايا واحد الدقيق واقيلا درت الملعب بزاف نسمحوا لي الدراري نسمحوا لي نسمحوا لي عطوني دقيقه شوفوا شوفوا الطفل ديروا لايك ولا كومونتي ولا شوفوا شنو ديروا خليني انا عطوني واحد الدقيقه يا 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 يو جات يو جات يلا سير 1 2 3 دابا حياتك انت كاين بزاف الناس نصحوك عطاوك شي نصائح كذا هذا باش انك تزيدي القدام في حياتك وتعيشي بخير ما تقوليش نينا شكون ولا معاش ولا كيفاش غير شنو هي اكفس نصيحه اللي جاتك في حياتك اكفس نصيحه جاتني في حياتي ولكن لي انت زعما قلتي ديك الساعه زعما تكوني انت داك البيرسون هو اللي غادي يعطيني الحل لايك هو اللي غينسني شي حاجه اللي يدير لي الحل وكذا فهمتي كيفاش وانت ديك الساعه فين قال لك مثلا ديك النصيحه واش لعبه مبغيتيش تقولي لها كتخربق لينا فريد انت طايح في مشكل اوكي ياك وغنجي عندك مثلا وغادي عندي مثلا نقول لك شوف راه شنو طاري ليا وشنو طاري وشنو كيديروا ليا وكذا 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 شنو ندير انا اجي انت غتقول لي قلع شنو غتقول لي يا عبد الله قلع تقول لك دير داكشي اللي داروا لك دي واحد لا كيسيون زوينه ريد لاين ار يو اوكي ريد لاين شنو الحاجه اللي مخبي في بيتك وما باغيش والديك يعرف شنو هي ولا ما مخليتي شي واحد يدخل لبيتك على ودها او نو او يا ولكن والدي راك تتفرجوا اي نو هاي خالتي سلام في اليوتيوب ديروا لداخل ما بغيتهمش يشوفوا دابا كتفلى عليا كتقول فين هادي كنت باغي ندوز لها الدكاكه فهمتي زعما راه مسدود حتى واحد ماشي انا براسي مش انت ما شفتيش مبروك بعدا راه عندك ليه ان شاء الله عقبالك شنو دابا ثانك يو شوف دابا انت اللي بديتي اللعب القاصح كاين ولا ما كايناش ما كاين حتى لعب قاصح انا انت بديتي الا جالي ما كاين حوين ضين كذا كتجي فيه فرحانه وكذا بديتي انا والو انت اللي بديتي هادشي من الاول انت اللي بديتي هادشي بس صيفطتي لي ريد لاين ندير واحد الفيديو عرفتي شنو الفكره غنسولك ولا ما جاوبتيش نحكم عليك علاش علاش حيتاش بغيت صبر نمشي نقلب نشوف شنو عندك انا يلا رحلتي رحلتي اوكي يا والماتيريال شي لعيبات كاينين في دارنا لهي وما كاينينش دارنا هنا اوكي ومشيت لدارنا اللي لهي عند دارنا وشفرت لهم تورنوفيس وبقاو كيقلبوا عليه وما لا كانت في الصوي يحكم عليا وينو شحال كيوت صافي عرفت منك صافي عرفت منك نو 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 اسمح لي اسمح لي اسمح لي هاد المره هاد المره ترى انا صيت ترى انا زعما تبتر نفس تيقاتني ماشي تيقتك بقيتي فيا سؤال بس يلا شربت لك الملحه بقيتي فيا عندي واحد السؤال ولكن ما عرفتش اللي يدوز ولا قول من كاع الناس اللي كتعرفي في حياتك ياك معروفين وما معروفينش بغيتي كتاب شكون هو الشخص اللي يا قريب لك يا معروف بغيتيه ما يكونش فهمتي زعما كتخيلي شي عالم بلا به مثلا انا معاك تخيلي شي عالم بلا ايمن القوارطي بحال هكا شي عالم علاش جعل علاش جبتي ايمن القوارطي بالضبط حيت عارفوا الفريده ديالي الفريده ديالي حتى انا ما يطراني سلام فريده ما عندكش حق تقولي دابا ايمن باش اي نو اي نو كنت غنمسح في زعما فهمتي حيت هو استعملته انا مثال بحال هكا صافي نجرب على اوكي اسمع اسمع ركز معايا مزيان بيني وبينك حتى واحد ما يسمع عائلتي كامله من غير الوالد وخوتي من بين اليوتيوبرز ولا لي انفلونسرز المغاربه الى اسمع لا ما كيسكتي الى 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 جات لك ديك الفرصه انك تزوج شكون اللي غادي اول وحده تطيح لك في بال من هاد لي انفلونسرز واليوتيوبرز المغاربه واش لي زارتيست داخلين في البلان لا يا صاحبي زعما دابا غادي يمشي يختار لي شي انسان راندوم فهمتي زعما ما كاينش حاجه في بال لا 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 يقدروا يكونوا يقدروا حيت كاينين بزاف كاينين بزاف هما داكشي علاش قلت لك انا المغاربه واه كاينين بزاف مغاربات مغربيات جمع مغربيه لكن انا مصاحب مع انفلونسوزا غير ما معروفاش بلي راني مصاحب مع دابا انت قلتي اللي بغيت نتزوج مع انا راه بغيت نتزوج مع بزاف اصلا اسلام عطينا حق في ربع اوكي 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 وانا مختار ربع واسمع صاحبتو
سلام. كنا بجوج اختارينا اربع اختارينا لا شحال انت وياها هي اختارت الضريرات ديالها معاك. دابا منين هي عارفه اني كندير هذه المصيبه كندير هذه المصيبه حسن بعدا تكون تايا دايره يد في ذاك المصيبه فهمت. لا لا ماشي ديك الشيء. شنو اكبر خوف عندك اللي عندك حاليا ولا اللي خفتي يطرى من هنا لقدام في الانترنت؟ انا كنصح انا كنت بلاصه. اسمع 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 طرات ليا سو لايك ما غاديش نكسبكت شي حاجه غتجي من هنا لقدام ولا شي حاجه حيت ديجا طرات ليا. اوكي غتعاود طرا ولكن راه اتس اباوت مي اتس لايك ام نوت غانا تراست اجين ذاتس ذا بوينت. ما غاديش نعاود نصيق اجين فهمتي لايك ذير از نو شانس ذير از نو شانس دابا صافي الديب كدار به مره واحده زعما ديب ديبا يس اي ام. المهم البلان اللي خايفه منه ولا اللي كنت خايفه منه وطرا انه تعطي ديك تراس كامله لواحد البيرسون ياك لايك تثق فيه مليون الف في المئه وتعاود ليه الديتيلز ديال حياتك وكذا 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 وتجي في الاخر من بعد سنين ديال العشره يضرب داكشي كامل في الزيرو وينوض كينوض لك المشاكل لايك ليتيرالمون يستعمل شي حوايج اللي هو عارفهم ماشي فيك وقاس كيكذب على الناس ولكن دفكت انه كان قريب لي لايك المده ديال عامين ولا سنين الناس غادي تبدا تيق بلي راه داكشي راه بصح فهمتي هادشي طرا ليا هادشي طرا ليا دابا يلاه دابا شي جوج سيمانات دابا باش طرا البلان هذا راني فاش كنا مطره دابا لاباس فاش كنا بغيتي شي كلام ام جود لايك داكشي بان ولايك كاين اعتذار وكذا وكذا ولكن البلان انه جامي دلافي غنعاود نثيق في شي واحد في السوشيال ميديا از فريند ولا از بيست فريند ولا شي حاجه صافي الناس عندي في حياتي كافيين. انا دابا ولينا فريند ولا بيست ريد لاين تاي في الريل لايف سكوت. شنو اسم الحيوان اللي كيشبه لك؟ دابا الجواب ترى كنعيا راسي ورا ذاتس ذا بوينت اسم حيوان كيشبه لك عجبها لحالي. صبر انا عطيك جبت صورتو ويا يا جبت صورتو جبت صورتو باش تفهموا علاش ورينا شوفوا او ماي جاد حكرت على الدري اليوم ام سو سوري القضيه فيها خصنا كنتاكد من الودينات فهمتي دابا عرفتي وريني شوف ناري شنو كنقول عرفتي القروضه ياك عرفتي القروضه القروضه فيها بزاف د الماركات مثلا شامبو بزاف د الانواع يا بزاف ماركات ماركات الدون مثلا ودوك الانواع فيهم حتى هما انواع انا واحد نوع من الانواع ديال الشامبونزي او ماي جاد وخلقني من الشبه 40 سلام هاي ار يو ريدي صافا يا الحمد لله انت مزيان انت ريدي الحمد لله انا كنت انت مزيان او ماي جاد لا تخنزيرات وات اش تماك طلق 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 شكون هو بيرسوناليتي بوبليك في المغرب ارتست اي كومبري زعما روا بوكدو هذا اللي كيجيوك حنا هنا هما هنا زعما هما هنا حامضين كنا ما كانوش حليوه سميتك طوطو ولا سميتو هذاك غرونطو غرين طوطو ما عرفتش سميتو نجيو كتسبي فيه طوطو علاش امين إلهام إيلي صافي والله ناري عاتي والله تدي ما عرفتش علاش كنسولك كندم والله تدي راه خاصك تعرف ليا واحد القضيه خاصك تعرف ليا اسمع هي الاذواق لا تناقش هنا ولا ما كاينش لا بصح الاذواق لا تناقش انا داكشي كيجيني لايك كون كان يتخدم عليه اكثر هما عندهم مثلا عندهم اوبورتونيتيز وعندهم قدره انهم يديروا شي حاجه ما احسن ويطلعوا النيفو لايك ليتيرال ولكن شكون اللي ما قالش لك انهم هما دابا راهم في الماكسيموم ديال داكشي اللي قادرين يديروا نو الا بعدوا من ديكشي التوكسيسيتي عموما اللي بغيت نقول لك داك التوكسيسيتي وداك لونطوغاج وكذا وخدموا على شي حاجه احسن بشي ستايل واحد اخر اي ثينك غادي لايك غيكونوا من لي ميور ديال الناس اللي تيعجبوني انا زعما كروابا ولا شي حاجه فهمتي حيت انا ما كنتصنتش للراب ما كيعجبنيش الوغ كو مي بعض المرات مثلا كنتصنت لهذا وهذا باش كنشوف بحال بطل العالم كنتصنت البطل العالم شكون هذا لا
واحد التراك ديال الحليوه. لا قلت لك نو لا والله ام سيريوس. داكشي علاش كيجيني داكشي سبيشلي داك الكلاشات اللي بيناتهم، واحد كيجبد السيكرز ديال هذا والاخرى كت فهمتي داكشي هكا فهمتي. انا كندير لك نيفو اي نو، ولكن انا 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 بالنسبه المهم البي او في ديالي هي هذه فهمتي، بغيني ولا كرهني، ولكن كيف ما قلت الاذواق لا تناقش. المهم دري في الكومنتيرات اسمحوا لي على وجهي وصافي. انا خوتي انا اسفه جدا خوتي، كنبغيكم فهمتي، نلعب لكم ارك. اكثر شخصيه في اليوتيوب المغربي كتجيك سكسي نظر للبنات واش او ماي جاد طلعت لي اللعب ياك. حرام تلعب معايا انا. البنات كاين دراري كاين دراري. شوفي الا جاوبتي على الدراري غتولي من المجتمع الميم فهمتي. لا لا واش بنت كتجيك سكسي لايك كتجيك لايك عامره اونوتا كذا مهليه في راسها بلا بلا قلت لها حيد انستغرام، حيت في انستغرام كاين داكشي. نو انستغرام كيجيني داكشي يا كيجيني داكشي في انستغرام اوفر فهمتي. انا كنضلك على يوتيوب تقدر تكون هي لايك لبسها عادي وكذا وكذا وهذا، ولكن كتبان لايك لي تغال مو فيها الانوثه اكثر من وحده كتعري الحما فهمتي شنو بغيت نوصل لك. ولا كانت لا ماشي ما نجاوبش الا ما كانتش. لا راه كاين سي سور اي سا كاين، ولكن في يوتيوب فرنساوي. نو اليوتيوب المغربي، ولكن من هذوك اللي انا متبعه ما جانيش زعما ماشي سكسي. ما غاديش تهرب. لا ماشي نهرب من هادوك اللي انا متبع. بالنسبه ليا ماشي سكسي. ديم طيح عليكم السوق الدريات فاك الدريات. لا لا واي جاد في كلمه ماشي سكسي راه واقع هكذا. نو شوف بغي درجه انني دابا هنايا انا واقف بغي يكحلها ويعميها. باش ندير انا معاك دابا بحال هكا تسوليني ونقول لك واه هذيك نو صافي شنو الحكمة؟ نو ما كاينش حكمة صافي راك انت خورتيها وجاوبتي. شنو هذا السؤال اللي سولتيني؟ وكتجاوبي عليه ولكن بالدراري نو والله جا راني قاري هذا الكتاب كامل بحال هكا راه غيطلقني وغيطلقني واش انا راه غيطلقوني اللي باقي ما من اليوتيوبرز المغاربه الدراري. عطيني سميات واش وشوف دابا شوف ما يمكنش لك تحط عليا السلاح ديالي تخدمو عليا ما يمكنش. سو كون كرييتيف شويه في لا كيسيون ديالك. عطيني سميات. عرفتي كيفاش يمكن يا هاي طرات نو لا بروف بلي يمكن نو. انا قلت لي كون كرييتيف فيها وعطيني سميات. انا عطيك بين ثلاثه ودابا شويه انت كتسمي جوكر. انا كنتقد يلا سير بين ثلاثه. ثلاثه عندك الياس المالكي. ايو عرفتي انا السؤال جوني زوين. زين عندك فرعون. yeah. هشام الملولي. شكون هذا؟ نعم I don't know him. ما كتعرفهاش. no. وعندك بطاطو بريوا. انا اختار بريوا. واه دابا بريوا كيجيك سكسي عشيري هذاك الله من مسحها فيك. واه بريوا انا والله كليت الكره درت لك باس ديسيزيف بحال هكا خاصك. المهم انا صافي انا راه درت بالعاني على ود الشيري باش انا ندير صافي. الدراري صبر عطيني الياس المالكي وفرعون. شكون اللي غادي يشوف هادو فين هي السكسيسيتي فيهم هادو بجوج؟ انا ما فهمتش. عطيني بريوا وبريوا عشيري الله ما نمسحها في بريوا. بريوا ويلي واش دابا داري دابا انت من داك النوع اللي عشيرك وكيجيك سكسي ويا تفو عليك. نو اتس نوت لايك ذات. قلت لك غنمسحها في عشيري باش نسلت من لا كيسيون. وات ذا فوك I'm not like that. Wow. انت من داك النوع ماشي انا. هذاك لا 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 هذاك انت شو وثبتنا عليك. جربت وقلت بلي كنجيوز برباط عيالك اللي كتلصقي في هذا اللعبه. اثبتناها عليك وكل شيء ثبتها عليك في هذا الفيديو هذا. دابا انت بحال هكا القيطات تلاحظوا بلي بالرجوله. هذاك هو انت نقمي. شنو هو من كاع اللعيبات اللي انتيا فيك ومن كاع لي تريت كاركتير كيفاش انتيا كتعاملي وكذا وهذا، شنو هي اللعيبه اللي كتفضلي ماشي ما تبينيش بمره حيت كتيمكن لك انك تقولها دابا، شنو هي اللعيبه اللي كتحاولي تكالي بشي لعيبات اخرين باش ما تبيناش؟ الحاجه اللي غادي نقول راه ما غاديش يخدموها لايك ضدي حيت انا قلت لي ثقه كبيرسون لايك في السوشيال ميديا زيرو دراري لايك ذير از نو تشانس ليترالمون. سو اكثر شخص
حساس تقدر تتعامل في حياتك معاه كاملة هي أنا. لايك لي تغلم تقدر كلمة تخليني لايك نمشي في لايك ندخل في واحد ديبريشن اللي صعيبة بزاف. سو هاد القضية هادي كنغطيها بجيك القصوحية وداك الكولدنس اللي فيه فهمتي. اوكي اوكي سو مثلا لايك ما ارون نو كاينه واحد لا سيتوياسيون كاينه بيني وبينك مثلا قلتي لي شي كلمه اللي انا لايك ضراتني ولكن في ديك الوقيته راه ما غاديش تبان فيا غادي تبان فيا لايك صافي وليت سيريوس فهمتي وليت كنهضر ان كولد واي ان ا ويرد واي سو يا 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 واش جامي كنتي مثلا في شي بلاصه لي بوبليك وطرا شي بلان شي ايفينمون شي ايفنت اوكي وطرا لك شي بلان مع شي واحد ولا اي دون نو حسيتي مثلا بالديسريسبكت من طرف ناس تماك في داك الايفنت ولا شي حاجه وكنتي كالم وخليتي هاكر ولكن ندمتي قلتي يا ريت كون مثلا درت هكا طرات ايفيكتيفمون طرات واحد المصيبه انا كنسمعها مصيبه مع واحد الشخصيه اللي معروفه في الانترنت ولعبت كذا ولكن انا في واحد القاعده ديال مثلا داك خونا يدير لي شي حاجه خايبه ولا طرا شي حاجه بيننا ولا شي حاجه اللي انا ما عجبتني ما كنبغيش انه تعرف بوبليكمون من اللي عندي انا او مثلا الا الناس ما بقاوش كيحملوه من بعد ولا شي لعيبه ولا شي حاجه ما بغيتيش تكون بسببي او يا اي جات يو حيت انا فرج داكشي باش انا بعد حيت عاوتاني انا كنتخيل كون درت نفس الحاجه تخيلي بسبب ديك اللحظه اللي انا كنت فيها خايب ولا شي لعيبه يمشي لك من بعد كلشي ولا بنادم ما يبقاش كيحملك ولا يطيح لك تفاعل ولا هذا وهذا هو ما عرفتش يقدر يكون عنده ظروف ليك وصافي كنفضل انني ما نجبد السميات وصافي شنو الحكمة ديالك دابا جينا من الاخر شنو بغيتي ما جاوبش عرفتي من الصباح هو تيدور في الفراجات وفي الاخر وصل لواحد النقطة بانه ما كاينش جواب على السؤال فهمتي كنتسنى نبقى فيك لا ما غاديش نبقى فيا غنحكم واحد الحكمة كنت كنتسناها عندك قطيطات ولا شي حاجة في الدار بحال هكا الله يخليها منين عندك قطيطات وينو سو غتكون عندك الماكلة ديال القطيطات دابا غدير لينا تذوق اكل القطط وغتعطينا رايك فيه يلا نبدا نقول مياو اوكي 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 يلا جو خلينا نمشي نشوف يلا سير دابا تحلو معايا عقلكم راه هادشي مزيان للصحة ولكن للمش ماشي للمش ركزوا على المش ما ديروش هادشي في داركم راه سمعوني مزيان في الكالسيوم في الفوسفور في الصوديوم كاع داكشي اللي انا ناقصني فهمتوا باقي ما تعشيناش نضربوا شي يلا يا خوتي لحظة التذوق اخوتي واحد الريحة بعدا راه داكشي فيه التون واقيلا الحوت ولا شي حاجة بحال هكا قولي تنسالي وقولي لي ما تقوليش قبل واش بغيتيني ندير ولا يلا سير بغيتي تسمعي بحال يلا سير سير بنين نو واي نو واي تصيتي والله كنصحك كنصحك ديري هاد الحكمه شنو هذا كنصحني نجرب كينصحني نجرب الماكله ديال القطوط كنصحكم تجربوا جونيور قطوط باش نوريكم بلي راه بنين او ماي جاد هيز واش من نيتك ديو لشي طبيب اقرب 36 اخوتي سو خوتي الدريات الدراري هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى يكون خاصنا نحبسو يا يا غنحبسو كملنا بحال هكا غطرى لي انا شي مصيبه يا راه داكشي سو غادي نساليو الفيديو هنايا المهم الا عجبكم الكونسيبت ولا عجبكم الفيديو خليو لينا داك الكيسيون اللي نديروهم فارتو ولكن غادي نبغي نشوف تفاعل مفرقع في هذا الفيديو هذا الدراري اوكي ما تفاعلوش تعرفيش عليا فارتو ريد لاين شكرا بزاف شكرا لك بزاف شكرا بزاف والله I had so much fun وان شاء الله نعاودوها سو خلينا ناكل المصايب سو تهلاو ليا فراسكم نشوفكم في الفيديو الجاي love you all bye bye سيا سيا سيا